وللحديث عن حكم المحكمة الاتحادية بشأن حل البرلمان وتداعياته ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. أهلا بك معنا دكتور هلال. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياكم الله. يعني دكتور هلال، المحكمة الاتحادية تقضي بعدم الاختصاص في دعوى حل مجلس النواب المقدمة من التيار الصدري. بداية، هل ترى شبهة تسييس في هذا الحكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين والعاملين عليها. بالتأكيد هو هذا أولا الفساد الموجود في العراق، أول حلقة من حلقات الفساد هي الفساد القضاء، وبالتالي عندما يتخلى القضاء عن مهمته تسود الأمور إلى تنحاز الأمور إلى شريعة الغاب، كل من يطبق وفق ما يريد. وإلا لو كان في العراق قضاء عادلا لما انزلق الأمر إلى هذا الحد. القضية الأخرى أنه تسييس القضاء هذا أصبح مؤكدا وليس اتهاما لأحد، لأنه عندما يحكم القضاء للطرف على حساب طرف وهو غير محق وغير دستوري، وبالتالي نجد أن الأمور تسير باتجاه من عين هؤلاء القضاة ومن ولمصلحة من. ومنذ 2003 ولحد الآن لا أحد يعرف من هو الذي يسيطر على الأمور في العراق، وما هو حكم الدستور، أين الدستور، أين قضاة الدستور الذين أصدعوا رؤوسنا بالدستور والدستور وحقوق المواطن. ألم تكن هناك فقرة في الدستور تقول إذا رفضت المحافظتين أو ثلاثة أو أربعة حسب النصوص الموجودة، النصوص الدستور أو الدستور يلغى الدستور؟ إذا نحن أمام لا دولة في وضع مزري بهذا الشكل. وبعدين إذا حل البرلمان، لنذهب فيما ذهب إليه الدعوة، إذا حل البرلمان ما هو الحل؟ ستقام الانتخابات الجديدة ونعيد نفس الكرة مع نفس الوجوه مع نفس الإطار ونفس التيار ونفس الأحزاب الحاكمة في العراق. الحل ليس هذا، الكل يعرف أن الحل رفع هذا القدر الفاسد عن النار، العملية السياسية بكل أحزابه وكل مسمياتها، وتشكيل حكومة مؤقتة من لم يشاركوا في هذه العملية السياسية ولمدة سنتين، ومن ثم إعادة كتابة الدستور وما إلى ذلك من الطروحات التي طرحت منذ 2005 في مؤتمر القاهرة ولحد الآن. إذن نحن أمام منزلق المراد منه الاقتتال ما بين مكونات الشعب العراقي لكي يبقى الوضع المريض في العراق العليل، وتبقى العملية السياسية كما أشار تقريركم تحت غرفة الإنعاش أطول فترة ممكنة. يعني الهدف من كل هذا هو الأزمة النفطية بالعالم، وما تؤول إليه مآلات الأمر في العراق هو الذي يجعل الوضع في العراق الآن تهتم به الولايات المتحدة أو غيره. نعم، بالعودة نعم. عفوا دكتور هلال، يعني بالعودة إلى حكم المحكمة، أنت برأيك حكم المحكمة جاء منحازا للإطار التنسيقي على حساب التيار الصدري؟ التيار الصدري أصبح بلغ إطار، يعني من الناحية القانونية والناحية حتى الشرعية حتى المذهبية أصبح بلغ إطار، فبالتالي المحكمة انحازت الإطار منذ البداية. ونحن نعرف أنه من الاجتماع الذي حصل ما بين المحكمة الاتحادية ورئيس مجلس القضاء في العراق من زيدان، وما هي خلفيات كل من هؤلاء. إذا هم متعاونون على أنه منحازون بشكل واضح إلى طرف على طرف. ماذا بقى للتيار الصدري؟ هذا هو السؤال، ماذا سيكون الحلول المطروحة أمامي؟ ضيقوا عليه الأمور بدفعه باتجاه واحد، ما تريده إيران تحديدا في العراق هو الذي يجب أن يساق إليه لهم، حتى وإن كان على حساب الدم العراقي والحساب الشعب. هذا لا يعني أن التيار الصدري هو بعيد عن هذه العملية السياسية، نحن لا نؤيد طرف على طرف لأن كلاهما فاسد، لكن نقول أنه عندما نطرح مشروع وطني يجب أن يكون مشروع وطني صادق
المشروع الوطني غير قابل للتفاوض، غير قابل للتنازل، غير قابل للانسحابات، لأنه هذا حق وطن وحق مواطن. أما أنه اليوم أنا أطرح المشروع الوطني وغدا أتخلى عنه وبعدين أصحابه، هذا الأمر كله ضحك على الذقون، ورأيناه هذه الانتكاسات والتغطيات على العملية السياسية منذ 2003 ولحد الآن. يعني بعد هذه المناوشات ما بينهم. نعم دكتور هلال، بعد هذه الانسحابات كما ذكرت من قبل التيار الصدري وإعلانه يعني اعتزال العمل السياسي، ومن ثم إعلانه أيضا أنه سيكون الخصم والعدو الأول للتيار أو للإطار التنسيقي، ما هي الخيارات الآن أمام التيار الصدري ليأخذها؟ التيار الصدري حقيقة أنه عندما فاز بالانتخابات ولم يستطيع أن يشكل حكومة، وانسحب من سحب كل أعضائه من العملية السياسية أو من البرلمان، أعتقد أنها ارتكب خطأ لأنه لم يتبقى لديه شيء. إضافة إلى أن القضية التي يناول من أجلها هي سقطت بأيدي أعدائه، لأنه كانت لم يفوز بالانتخابات، نسبتهم أقل، وهم الآن تصدر المشهد بحكم أنه الكتلة الأكبر، لأنه التيار الصدري هو كان الأكبر وانسحب. لكن القضية أنه ماذا سيفعلون في المستقبل؟ لاحظ أنه الطرفين يديرون صراع غير متوازن، مصلحة الخارجية تتحكم في المصلحة الخارجية والمصلحة الإيرانية تحديدا. إيران تريد الإطار أن يكون هو المسيطر في المرحلة القادمة لمصلحة إيران وليس لمصلحة العراق، لأنه هذه الميليشيات والحشد ما يسمى الحشد الشعبي هو أسس أصلا لمصلحة إيران، ما أسس لمصلحة العراق، ودليلنا أكثر من دليل أنه إيران استخدمت الحشد خارج حدود العراق، في سوريا، في اليمن، وهذا واضح جدا. إذا تأسيس الحشد ليس لمصلحة عراقية خاصة وإنما لمصلحة إيرانية خاصة، فبالتالي الآن من يتحكم بالعملية السياسية في العراق هو إيران بامتياز. حتى الأمم المتحدة دورها كان متخاذل وواضح، لأنه لم تقدم شيء عن واقع العراق للأمم المتحدة، وأرادت من خلال كل هذا المناورات في العراق هي إدارة المصالح التي كلفت بها، وليست نقل واقع حال الشعب العراقي لأنه تحت وطأة الاحتلال ومركبات الاحتلال. الكل يعرف أن مركبات الاحتلال ونتائج الاحتلال وخيمة على العراقي، ولكن تتحكم بين المصالح الاقتصادية لمصلحة الدول الخارجية، أمريكا وماذا تريد من النفط وماذا تريد من إيران وماذا تريد إيران. دكتور هلال، في أي سياق يمكن وضع تصريح مساعدة وزير الخارجية للولايات المتحدة لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، يعني تشديدها على ضرورة عدم تهميش التيار الصدري في القرارات السياسية في المرحلة المقبلة، في أي سياق يأتي هذا التصريح؟ الولايات المتحدة الأمريكية تدرك جيدا أن التيار الصدري تيار عريض في العراق وله مؤيدون، فبالتالي أي تجاهل للتيار الصدري سوف يكون هناك نتائج عكسية على المصالح الأمريكية في العراق، لأنه منذ البداية العملية السياسية ارتكزت على هذه المسميات ارتكازا واضحا، ونحن نعلم كيف تتم أساليب التغذية لهذه الأطراف على حساب المواطن العراقي. الولايات المتحدة الأمريكية ما أتت للعراق لمصلحة العراق، إنما أتت للعراق لمصلحة أمريكا ولمصلحة المصالح أخرى لتدمير العراق وصالها إلى هذا الحال. إبقاء العلل ومرتكزات المشاكل في العراق في العملية السياسية بكل مسمياته هو إدامة لنتائج الاحتلال وما تريده أمريكا من الوضع المزري الذي وصل إلى العراق. العملية السياسية لها أدوات، والتيار الصدري هو أحد أدوات العملية السياسية وأحد أدوات الاحتلال، وكان ركيزا مركز الاحتلال في العراق، وشارك بالعملية السياسية وخرج بمسيرات مليونية لتأييد هذا الرئيس بهذا الوزراء أو ذاك، لأن العملية السياسية مرتكزة على الطائفية وعلى التمحور الطائفي وعلى المسميات المقيتة التي أوصلت العراقي إلى أنه ييأس من كل شيء ويريد أن يخلص بأي شيء. وبالتالي لما نتحدث عن أنه 80%
من الشعب العراقي رفض هذه العمليه السياسيه ولم يشارك في الانتخابات، ولكن اعطيت الشرعيه من قبل الولايات المتحده الامريكيه ومن قبل ايران، لانه هذا ما تبقى لديهم، وهم يعرفون انه وصلت الى طريق مسدود، ولكن يريدون ان يديموا هذا الوضع المزري اطول فتره ممكنه، وهم يديمون صراعا اخر مع روسيا وحربها في اوكرانيا. اذا هناك عده اطراف تدخل في هذه الموازنه، لماذا يريدون هذا التيار ان يكون اساسيا؟ واين كانت الولايات المتحده الامريكيه من الصراع الذي بعد الانتخابات صار سنه تقريبا؟ شكرا جزيلا لك. اذا كنت ضيفنا عبر الهاتف من عمان، الاكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي، شكرا جزيلا لك مجددا.